أسرة إخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. قطع الطرق استؤنف قبيل هذا المساء بواسطة دراجات نارية تنقلت بكثافة في العديد من طرق بيروت والضواحي، وقد أعطيت تعليمات للجيش والقوى الأمنية بمعالجة هذا الأمر وبإعادة فتح الطرق، وتتعاون قيادات في حركة أمل مع القوى الأمنية في إعادة الهدوء إلى كل المناطق. في الخضم الجميع في الوسط، ومواقف الجميع تدعو إلى الهدوء وحماية الاستقرار، وهذه المواقف الوسطية توجها رئيس الجمهورية برأي يتحدث عن الخطأ الذي يبنى على خطأ ويدعو إلى التسامح. وفي الوسط كتلة المستقبل التي أدانت التطاول على المراجع والرؤساء، كما رفضت هز الاستقرار في الشارع وتمسكت بالطائف. وفيما يشبه الوسط أشار تكتل التغيير والإصلاح إلى أسف الوزير جبران باسيل عقب تسريب الفيديو. وفي أكثر من الوسط تجنب الرئيس بري أثناء استقباله السلك القنصلي الحديث عن ما حصل من كلام باسيل إلى تحرك جمهوره في الشارع، وكرجل دولة وكعادته تناول الرئيس بري القضايا الكبرى وما يهم البلد والناس مفندا الإنجازات والتطلعات. وفي رأي أوساط سياسية أن الرئيس بري غير راض عن اعتبار تكتل التغيير والإصلاح المسألة منتهية، لكنه يقول إنه أم الصبي أي البلد إذا كان رئيس الجمهورية يعتبر نفسه ونعتبره أيضا بي الكل. رئيس الجمهورية مارس دور الحكم فأعطى رأيه وحكم. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رأى أن ما حصل الاثنين خطأ كبير بني على خطأ، ولفت إلى أن القيادات السياسية مطالبة بالارتقاء وعدم التفريط بما تحقق من إنجازات. موقف الرئيس عون ورد في بيان صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ونص على الآتي: إن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يعتبر أن ما حصل البارحة على الصعيدين السياسي والأمني أساء إلى الجميع وأسفر عن تدني الخطاب السياسي إلى ما لا يليق باللبنانيين. إن ما حصل على الأرض خطأ كبير بني على خطأ، لذلك فإنني من موقع الدستوري والأبوي أسامح جميع الذين تعرضوا إلي وإلى عائلتي، وأتطلع إلى أن يتسامح أيضا الذين أساءوا إلى بعضهم البعض، لأن الوطن أكبر من الجميع وهو أكبر خصوصا من الخلافات السياسية التي لا يجوز أن تجنح إلى الاعتبارات الشخصية، لسيما أن التسامح يكون دائما بعد إساءة. إن القيادات السياسية مطالبة اليوم بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تحيط بنا، وأهمها المحافظة على الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية وعدم التفريط بما تحقق من إنجازات على مستوى الوطن في خلال السنة الماضية، والتي كانت من الأسباب المباشرة للرعاية الدولية التي يلقاها لبنان في المؤتمرات المرتقبة لدعم أمنه واستقراره واقتصاده ومساعدته لحل معاناة النازحين السوريين في لبنان. تكتل التغيير والإصلاح عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير باسيل في المقر الرئيسي للتيار الوطني الحر في مبنى ميرنا الشالوحي. البيان لم يحمل أي عبارات اعتذار، بل أعلن التزام بيان رئيس الجمهورية، مضيفا أن المسألة انتهت. رسالة تطمينية لتكتل التغيير والإصلاح، كلماتها حيكت بدقة متناهية متوازية مع الدبلوماسية المعهودة للنائب إبراهيم كنعان، وهي لم تحمل بين سطورها اعتذارا، بل تأكيد ودعوة لالتزام ببيان رئيس الجمهورية. أولا البيان واضح، وقد سردنا في هذا البيان كل المواقف واللي عمله رئيس التيار بدون يعني المبادرة الذاتية اللي قام فيها بدون طلب من أحد، وبالتالي التسامح يلي نحن أبديناه مع الاعتداء اللي حصل امبارح والمشهد اللي حكموا عليه اللبنانيين مش نحن، وبالتالي نحن منعتبر بعد موقف فخامة الرئيس وتجاوبنا مع طلب فخامة الرئيس بعتقد أنه الملف بالنسبة لنا انتهى. أنا اللي قلته اليوم بيمثل موقف التيار وتكتل التغيير والإصلاح، وهو واضح جدا، وهو يعتمد بالدرجة الأولى على ما قاله رئيس التيار عم بحكي قبل ما يصير اللي صار، وبذات الوقت على مطلب فخامة الرئيس يلي
نحن منتجاوب معه بحرصه على البلد، على وحدة لبنان، على الاستقرار في لبنان، وعلى الارتقاء إلى مستوى معين ومميز من المسؤولية. مفروض كل الأطراف بلبنان أنه يتجاوبوا معه. التيار توجه إلى شبابه عبر كنعان فقال إن الساعة أتت لتحقيق ما ناضلتم لأجله، ونحن ملتزمون بقناعات التيار ومؤسسه الرئيس ميشيل عون. كما توجه إلى اللبنانيين جميعا لا سيما منهم الحريصون على بناء الدولة، ودعاهم إلى عدم الخوف لأننا مؤتمنون على الاستقرار ولن نتراجع عن بناء الدولة. الرئيس بري يشدد على أنه لن يسمح بشيء يهدد الاستقرار ووحدة لبنان. رئيس البرلمان التقى الشيخ قبلان والرئيس سلام الذي رأى أن لا عيب في الاعتذار من قبل الوزير باسيل. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن لا خوف على الانتخابات النيابية، مؤكدا على أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشددا على أنه لن يسمح بشيء يهدد الاستقرار ووحدة لبنان واللبنانيين. دولة الرئيس لبنان معك أول شيء، هل في حل قريبا؟ كانت رائعة جدا. الرئيس بري وأمام أعضاء السلك القنصلي لفت إلى أنه للأسف اللبناني في الخارج عموما يعكس صورة لبنان أكثر من الذي في الداخل، مشيرا إلى أننا استطعنا أن نحقق العديد من الإنجازات أهمها قانون الانتخاب الجديد وموضوع النفط. الرئيس بري رأى أن لبنان سجل انتصارا على إسرائيل وداعش وهو واحة اطمئنان، وحول قانون الانتخاب قال استطعنا أن نصل إلى هذا القانون الجديد وعبرنا فيه من الأكثرية إلى النسبية، لافتا إلى أنه سيحدث تغييرا وهو يعتبر إنجازا. وأضاف أما الإنجاز الثاني فهو موضوع النفط، فقد أصدرنا قانون النفط منذ سنوات وحصل تأخير لسبب رئيسي يتعلق بأطماع إسرائيل ببلوكين في الجنوب، ورأى أن الهدف ليس موضوع بناء الجدار على الأرض، بل هدف إسرائيل هو نقطة ناقورة للنيل من حدودنا البحرية. وأضاف لقد تم إقرار تلزيم بلوكين، واحد في الشمال وآخر في الجنوب، لكي نؤكد على حقنا تجاه الأطماع الإسرائيلية أمام العالم كله. وسيجري حفل توقيع تلزيم البلوكين برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في 9 شباط المقبل. الرئيس بري تساءل لماذا علينا الاستدانة بعد أن أقرينا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ساعة بدنا بواخر وساعة نريد استدانة، مشيرا إلى أنه لدى المصارف ورجال الأعمال أموالا وبإمكانهم القيام بمشاريع مشتركة مع الدولة سواء بالنسبة للكهرباء أو غيرها. وفي إطار المواقف واللقاءات المتضامنة مع الرئيس بري حول ما صدر عن الوزير جبران باسيل، زار رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان عين التيني، والتقى الرئيس بري مجددا موقف المجلس المدين والمستنكر بشدة لما صدر عن الوزير باسيل، وطالب بوضع حد لمثل هذا الأسلوب والاستهتار. الرئيس تمام سلام أعلن بعد لقائه الرئيس بري أن الكلام التجريحي الذي سمعناه مرفوض وغير مقبول، معتبرا أن هذا الكلام في ظل الانتخابات النيابية لا يوحي بالثقة للمواطن. وأضاف لا أعتقد أن هناك خوفا على الحكومة، لا سيما وأن المسؤولين يدركون المخاطر. الرجوع عن الخطأ فضيلة، وبالتالي الاعتذار أمر مستحق، وما العيب بالاعتذار؟ بالتأكيد لا يقبل، منذ لحظات وهو كان يقول لي ما هي الإجراءات التي قام بها وبسرعة لاحتواء ما جرى ولوضع حد له، وهو ممن يتحملون المسؤولية في هذه الدولة وفي هذا الوطن، وبالتالي هو اليوم يطالب بأن يتم ملاحقة كل من صدر عنه أي شيء مضر أو مؤذي. وكان الرئيس بري قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس أمين الجميل مستنكرا تعرض الرئيس بري للإهانة الشخصية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التخاطب اللاسياسي من شأنه أن يؤجج الأوضاع. كتلة المستقبل النيابية أسفت للمستويات المتدنية التي بلغها الخطاب السياسي، كما رفضت لغة العودة إلى الشارع. الكتلة لفتت إلى التمسك بكل قوة باتفاق الطائف وعدم مسه. ترى في العودة إلى استخدام الشارع وسيلة للاعتراض على المواقف أو لبت الخلافات السياسية أسلوباً غير مقبول من شأنه أن يفسح المجال للمصطادين في المياه العكرة ويعرض سلامة المواطنين لأخطار يجب تجنبها.
ونوهت الكتلة بالتوجهات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذا الشأن، وشددت على أهمية ما يقوم به لحماية الاستقرار الوطني من أي تداعيات، وفي مواصلته الجهد لتمكين البلاد من تجاوز الأزمة وحصر الخلافات تحت سقف المصلحة الوطنية التي لا تتقدم عليها أي مصالح شخصية أو حزبية. وتكبر الكتلة الموقف الذي صدر عن فخامة رئيس الجمهورية ولغة التسامح التي عبر عنها، ودعوته الجميع إلى الارتقاء لمستوى المسؤولية في مواجهة التحديات. ثانيا، في أهمية الالتزام باتفاق الطائف والدستور والميثاق الوطني، تؤكد الكتلة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة على أهمية التمسك باتفاق الطائف باعتباره الضمانة الوطنية التي اجتمع اللبنانيون من حولها، وكذلك التمسك بعيشهم المشترك وسلمهم الأهلي ونظامهم الديمقراطي البرلماني الحر. وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها، وأن ما حصل لن يؤخر في إجرائها. موقف الرئيس الحريري نقله عنه الوزير السابق خليل الهراوي، الذي صرح بعد اللقاء أنه عرض للوضع الانتخابي في قضاء زحلي. الرئيس الحريري التقى النائبة بهية الحريري والمنسقة الوطنية لاستراتيجية منع العنف روبينا أبو زينب، ثم المدير العام للجمارك بدري ظاهر على رأس وفد من المديرية. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال: بغض النظر عن رأينا أو تقييمنا لما قاله باسيل، وعن علاقتنا وتقديرنا للرئيس بري، لا نستطيع أن نقبل ما حصل البارحة، لأنه انتهاك صريح لمنطق الدولة ووجودها، ونطالب الأجهزة القضائية والأمنية بوضع يدها بمنطق عادل وسليم. رئيس الجمهورية العماد عون تابع التطورات مع زواره الذين نقلوا عنه حرصه على انتظام المؤسسات. التطورات تناولها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع الوزير السابق جان عبيد، الذي صرح: نحن لسنا على الحياد فيما يهز لبنان، خصوصا حيال أصدقائنا الذين نعرفهم من الجانبين. لدي قول إن الحكمة تمنع الوقوع في الخطأ، والعودة عن الخطأ فضيلة، وإذا كان هناك من أمر يحفظ كرامة من اعتقد أنه مستهدف، فالعودة عن الخطأ أمام الناس تجعل من صاحب الخطأ كبيرا ولا يقوم بتصغيره. تحدثت طويلا مع فخامة الرئيس بصدق وصراحة، نظرا إلى العلاقة القديمة التي تجمعني به وترقى إلى أكثر من 55 عاما. الرئيس عون التقى الوزير السابق جزاف الهاشم، الذي أوضح أن البحث تناول الوضع المأزوم والطارئ في البلاد، إضافة إلى حاجات منطقة الشوف والإقليم. رئيس الجمهورية التقى كذلك الوزير السابق وئام وهاب، الذي أكد الثقة برئيس الجمهورية وبدوره في المبادرة وجمع شمل اللبنانيين في مناخ من التهدئة والوفاق الوطني. الرئيس عون والوزير السابق محسن دلول أثارا موضوع التصحر والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثيراته، ومنها إقامة السدود. كما تطرق البحث إلى تشجيع الزراعة وإنماء الريف وإعطاء حوافز للبنانيين في هذا الإطار. وفي قصر بعبد الأمين العام لمجلس الكنائس الإنجيلية الكتابية في لبنان وسوريا، القسيس الدكتور إدغار ترابلس، الذي شدد على أهمية الاستقرار الأمني والسياسي، إضافة إلى وجوب معالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية.
الرئيس عون استمع من وفد من نقابة مخلصي البضائع المرخصين برئاسة جورج صادر إلى حاجات النقابة والعاملين فيها، وصرح صادر: نحن من موقعنا اليوم نود أن نعلم وأن نطمئن فخامتكم إلى التحسن الملموس والجدي الذي طرأ مؤخرا على سير العمل في الجمارك، خصوصا بعد التعيينات الأخيرة ومسألة تبسيط المعاملات. ليس من باب المصادفة أن تستقيم الأمور خلال عهدكم في كل المجالات، لأنكم طالما كنتم المثال الصارخ في الشفافية والنزاهة الوطنية. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن رفض المس بالمقامات الوطنية، كما استنكر الطريقة التي تم فيها التخاطب الخارج عن أصول التعامل الوطني الإنساني الواجب أن يسود بين كل القوى السياسية. الشيخ حسن دعا إلى إعادة الأمور لنصابها ومنع الانزلاق نحو المحظور. زيارة الرئيس الألماني حافلة بالمواعيد مع التشديد على أهمية دعم ألمانيا للبنان. زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تعتبر تاريخية، لأنها وفق المكتب الرئاسي الألماني الأولى التي يقوم بها رئيس ألماني للبنان منذ أكثر من قرن. الزيارة متنوعة وغنية بالمواعيد ولم تقتصر على زيارة المقرات. الرئيس الألماني زار عين التين وعرض التطورات المحلية والإقليمية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أقيمت له التشريفات الرسمية وغادر دون الإدلاء بأي تصريح، فيما اعتبر الرئيس بري أن زيارة الرئيس الألماني لبنان رائعة، معربا عن تقديره لألمانيا التي تقدم المساعدات للبنان إضافة إلى مشاركتها في قوات حفظ السلام في لبنان. وأثار معه المحاولات الإسرائيلية الأخيرة الرامية لبناء جدار فاصل على الحدود البرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة. ومن عين التين توجه الرئيس الألماني إلى السراي للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري الذي استقبله في الباحة الخارجية، وبعد أن قدمت له ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة التحية توجه الرئيس إلى مكتب الرئيس الحريري حيث عقد اجتماعا وتم عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما تم البحث في التحضيرات الجارية للمؤتمرات الدولية التي ستعقد من أجل دعم لبنان. واستكمل الاجتماع إلى مأدبة غداء أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه. الرئيس الألماني كان تفقد القوى البحرية الألمانية المشاركة في قوة حفظ السلام البحرية التابعة لليونيفيل في مرفأ بيروت، واطلع على وضع هذه القوة مشددا على أهمية دور القوات البحرية الألمانية في قوات حفظ السلام في لبنان. الرئيس الألماني زار دار الفتوى حيث التقى رؤساء الطوائف الدينية في لبنان الإسلامية والمسيحية. المفتي استهل اللقاء بدعوة الرئيس الألماني إلى دعم لبنان في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل، وأكد المفتي أهمية العيش المشترك والسلام بين الأديان وبراءة الإسلام من التطرف العنيف والإرهاب، مشددا على ثوابت الإسلامية في احترام كرامة الإنسان. وأثنى على المساعدات التي تقدمها ألمانيا للبنان بالمشاركة في قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني. الرئيس الألماني أعرب عن سروره باللقاء المميز مع رؤساء الطوائف اللبنانية، ملاحظا عودة الأديان إلى أداء أدوار بارزة في المجتمعات وخصوصا في الشرق الأوسط، ولفت إلى أن ألمانيا عرفت هذا التعايش والتعدد وتدرك أهميته كأساس للاستقرار والسلام. وتحدث بعد ذلك بعض من رؤساء الطوائف مؤكدين أهمية التجربة اللبنانية في العيش المشترك. الرئيس الألماني زار ساحة الشهداء وكان في استقبال وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ووزير الثقافة غطاس خوري، ثم توجه إلى نصب الشهداء يرافقه الصراف وخوري ووضع إكليلا من الزهر. بعدها عزفت موسيقى الجيش معزوفة الموتى ولازمة نشيد الشهداء والنشيد الوطني، وقدم الوزير الصراف إلى الرئيس الألماني المشاركين في الاحتفال. الرئيس الألماني شارك في الجامعة اللبنانية في الحدث بحوار مع طلاب الجامعة، لافتا إلى أن بيروت هي المكان الذي ينجح فيه الحوار وهي مركز الترابط بالمنطقة، معتبرا أنها عاصمة بلد قادر على تجاوز النزاعات، مؤكدا مواصلة الدعم للبنان قائلا: الواقع يتطلب تفعيل مؤسسات الدولة، وهذا هو سبب قيامنا بالاستثمار في لبنان لتعزيز ودعم قوات الجيش وتأمين الحقوق، ونريد في المستقبل أن نعزز تلك القوى التي تدعم تعايش الجميع داخل المجتمع، كما دعا إلى التفاوض حول قضية القدس حتى وإن بدا الأمر في غاية الصعوبة. وفي قصر بعبدة لقاء حواري بين اللبنانية الأولى ونظيرتها الألمانية ولبنانيات من الجسم القضائي. تأكيد على دور القاضيات في تعزيز دور المرأة وحماية حقوقها خلاصة اللقاء الحواري الذي جمع في قصر بعبدة اللبنانية الأولى السيدة نادية الشامعون ونظيرتها الألمانية السيدة إلكي بودنبندر وهي قاضية،
إلى قاضيات لبنانيات جرى خلاله تبادل وجهات النظر والخبرات، فكان بحث في تجربة كل منهن ودورهن في المحافظة على حقوق المرأة في لبنان وتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، إضافة إلى دور القضاء في التأكيد على حق المرأة في تولي مناصب عليا في السلك القضائي. كما تناول البحث دور القضاء في حماية النساء والفتيات القاصرات والأحداث من العنف والاستغلال. مديرة مكتب اللبنانية الأولى السيدة ميشيل فنيانوس أدارت جلسة الحوار باسم السيدة عون، معربة عن سعادة الأخيرة باستضافة هذا اللقاء في القصر الجمهوري وعن اعتزازها بإنجازات القاضيات اللبنانيات ودورهن في تعزيز دور المرأة. ومن المشاركات في الحوار رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكوز التي شددت على أهمية اعتماد الكوتا النسائية في مختلف القطاعات، وأشارت إلى الجهود التي بذلت في لبنان لاعتمادها خصوصا في القانون الانتخابي الجديد في ظل عدم وجود قناعة تامة لدى بعض الأفرقاء السياسيين فيها حتى الآن. وكانت للألمانية الأولى مداخلات عدة اعتبرت خلالها أن لبنان هو بلد النساء القويات، كاشفة أن هناك تشابها كبيرا في الأرقام بين لبنان وألمانيا، حيث أن نسبة عمل النساء في السلك القضائي وصلت إلى 50% أيضا، كما في تولي مناصب قضائية عليا ورئاسة بعض المحاكم. السيدة بودنباندر لفتت إلى أهمية وجود الإرادة لدى النساء وتوفير لهن بعض الإمكانات التي تسهل عملهن خارج المنزل، مشيرة إلى وجوب تطبيق الكوتا النسائية. العلاقة القواتية الكتائبية أزمات تظهر في الاستحقاقات الانتخابية، فكيف تبدو صورة العلاقة الانتخابية بينهما في البترون؟ بيير البيع. منذ خروجها من رحم حزب الكتائب لم تكن علاقة القوات مع الحزب الأم دائما على ما يرام، فمنذ الانتفاضات البيضاء حينا والانتفاضة على الانتفاضة أحيانا أخرى، وصولا إلى انتخابات العام 92 بين الرئيس الأسبق للحزب الدكتور جورج سعادة وقائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حينها، والتي فاز فيها سعادة على جعجع بفارق ضئيل مع تسجيل التدخلات السورية آنذاك، والتي كما يقول البعض قلبت التوازنات، فإن العلاقة عادت إلى مراحل هادئة مع خروج جعجع من السجن، إلى أن تأتي الاستحقاقات الانتخابية والتي يعود معها الكلام عن علاقة حزب الأب بحزب الابن. فكيف تبدو الصورة اليوم بين الحزبين؟ أشياء كتير بتجمعه، لبل يمكن 90% أو 95% من المبادئ الوطنية والسياسية بتجمع القوات والكتائب، بس كمان بطبيعة الحال في تنافس بمكان معين، وبالتالي طبيعي يكون في هالاختلاف، مش ضروري يكون خلاف بكل شيء، لأنه على مستوى المبادئ اثنيناتهم يعني متفقين عليها، وهذا اللي بيقوله الدكتور جعجع حتى بالاجتماعات الحزبية الداخلية، نحن ما في شيء بنختلف عمليا فيه نحن والكتائب على الصعيد السياسي. هلأ في اختلاف بالنظرة أو مقاربة بعض الأمور والملفات، بس دائما في رغبة من قبل القوات اللبنانية على البقاء على علاقة جيدة وتحالفية مع الكتائب. البترون قد تكون عينة مثالية عن ترجمة هذه العلاقة التي لم تتضح معالم معركتها الانتخابية حتى الساعة في ظل تحفظ الطرفين على الكلام المباح، فكيف تبدو صورة التحالفات والأرقام، وهل التحالف بات ممكنا؟ كله بيرتبط بتعنت أو تصلب القوى أو الأشخاص يلي عم بيفاوضوا، ولكن دفاكتو أي اتفاق بين القوات والكتائب سيفيد الطرفين، رح بيفيد الكتائب ورح بيفيد القوات بعدة مناطق مش بمنطقة. يعني إذا أخذنا تحالف بين القوات والكتائب بالمتن، حكما رح بيزيد أكثر من مقعد هذا التحالف. لمين؟ لمصلحة الطرفين. هلأ لمين بيطلع؟ بدك تشوف كيف اللوائح بدها تكون مفبركة. إذا تحالفوا بزحلة كمان بتريح القوات كتير، إذا تحالفوا بالبترون بتريح طرف، يعني بده يكون اتفاق على أساس مناطق وعلى أساس أعطاء حوافز في مناطق أخرى. يعني إذا الكتائب جيروا أصواتهم للقوات بدائرة البترون، حكما القوات طلع نائب، وإذا العكس صحيح الكتائب طلع نائب، وبالمتن بيكملوا بعضهم. بدك تشوف الكسور تبع الطرفين بيأمن مقعد إضافي. حديت هلأ ما في
ما في تحالفات واضحة وما في لوائح واضحة. العلاقة الكويتية الكتائبية زواج ماروني يحرم الطلاق ولا يستبعد النزاعات التي تظهر من وقت إلى آخر، لا سيما عند الاستحقاقات النيابية المصيرية. لياس بدر بيير البيع، تلفزيون لبنان. نشاطات نيابية ووزارية في التقرير الآتي. الوزير ميشيل فرعون غرد على حسابه على تويتر: لا تعالج إساءة بحق مرجعية ورمزيتها بإساءة بحق الناس واستقرارهم. رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي تناول التطورات مع السفيرة الأوروبية كريستينا لاسن. فرنجي تناول مع الممثل المقيم لبرامج الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني الأوضاع في لبنان والتطورات الإقليمية. كذلك التقى فرنجي سفير هنغاريا جيزا ميهالي. الانتخابات النيابية والتطورات في شكل عام كانت محور اللقاء بين النائب محمد الصفدي وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، التي استمعت إلى عرض عن معهد الصفدي للتدريب المهني. الصفدي أكد أن لطرابلس حيثيتها الانتخابية ولا يمكن أن يجتمع مرشحوها الأقوياء في لائحة واحدة، متوقعا أن تتنافس 5 لوائح انتخابية في طرابلس المني الضني. الرئيس نجيب ميقاتي تناول الأوضاع والتطورات مع السفيرة الأوروبية كريستينا لاسن. قائد الجيش العماد جوزيف عون التقى وفدا من فريق تنمية المؤسسات الدفاعية وتطويرها التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، وتناول البحث مجالات التعاون وطرق تعزيز قدرات الجيش اللبناني. ثم التقى أمين الهيئة القيادية لحركة المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان، كما استقبل السفير الجديد للبنان في الهند ربيع نارش. بتكليف من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، زار أمين السر العام في الحزب التقدم الاشتراكي ظافر ناصر ومرشح الحزب في الشوف بلال عبدالله وعمر سراج ووائل نجم مركز الجماعة الإسلامية في بيروت، حيث استقبلهم الأمين العام عزام الأيوبي، وكان عرض لإمكانات التعاون في الاستحقاق الانتخابي خصوصا في الشوف. بعد صرف 12 موظفا وموظفة من بيت الزكاة والخيرات في طرابلس تعسفيا بحجة العجز المالي، نفذ الموظفون المصرفون وعائلاتهم احتجاجا ومطالبة بدفع كل مستحقاتهم. التبادل التجاري بين لبنان ومصر في الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. أهلا بكم في الفقرة الاقتصادية، نطرح أسباب تفاوت الميزان التجاري بين لبنان ومصر وما هي الخطوات التي تقوم بها السفارة المصرية لتعزيز التعاون. معنا في الفقرة الاقتصادية رئيسة المكتب التجاري في السفارة المصرية دكتور منى وهبة، أهلا وسهلا فيك. أهلا ندى. اليوم شو هو أسباب تفاوت بين لبنان ومصر بالميزان التجاري؟ طبعا يعني احنا بنعرف أنه 700 مصر ونحن يمكن 100 مليون، أقل شوي. أقل شوي. شوي طبعا هي الموضوع ما بيتشافش كرقم مطلق. نعم. يعني بنتكلم على 700 مليون، أكثر من ثلث هذا الرقم هي صادرات مصر من الذهب الخام إلى لبنان. الذهب الخام المصري في لبنان بيدخل كعنصر أساسي في صناعة الحلي والذهب اللبناني، اللي هو بالنسبة للدخل القومي اللبناني مكون مهم جدا. مثل ما بنعرف مشكلة البطاطا، أنه كل سنة مصر نحن بتصدر لبنان البطاطا، فهذا الموضوع يعني عاطي إشكال. صحيح. صحيح. بالواقع الزراعي بلبنان. المعادلة ندى في موضوع البطاطس فيها أربعة أو خمسة كومبوننتس، مكونات. نعم. رقم واحد البرايورتي عندك المستهلك والمزارع، يمكن يجي بعديهم في المرتبة الثانية التاجر والصانع اللبناني اللي بيصنع شيبس وبيصنع بطاطس تمت الصنع، اللي محتاج بطاطس خام أو بطاطا خام في الصناعة بتاعته. نعم. وأخيرا المكون الخامس هو التزام لبنان باتفاقاتها التجارية مع الدول الأخرى. بالنسبة للمزارع، احنا كان معالي الوزير غازي زعيتر طلب من مصر من الجانب المصري تأخير موسم التصدير لمدة من 8 ل 10 أيام لتصريف المنتج الزراعي اللبناني الحالي. ومصر من منطلق قناعاتنا اللي أنا سبقت وأشرت إليها وافقنا على هذا الطلب، وطلبنا من المصدرين بتوعنا يأخروا التصدير من 8 إلى 10 أيام. وإحنا شايفين الوقت ده كافي لتصريف المنتج الزراعي اللبناني. انت عندك مستهلك وانت عندك سوق. هحكي لك قصه بسيطه عشان بس تعرفي السوق. بس قبل القصه بدنا نسمع رئيس الجمعيه التعاونيه للمزارعين عمر الحايك باتصال عبر الهاتف. تفضل استاذ عمر، خبرنا عن المشكله. بالنسبه للبطاطا نحن نعتبر السنه هيدي عندنا ارتفاع ذاتي. نعم. ونحن شبه عايشين بجزيره بلبنان، يعني بتعرفي نحن الحدود البريه صار 7 سنين مسكر علينا بسبب الاحداث السوريه. يعني كمان أنا ما عم بقدر نصدر ولا أي محل، عندنا فائض كثير كبير نحن عندنا بمواسمنا بإنتاجنا، فائض عن السوق المحلي. أوكي، شكرا أستاذ عمر. شكرا لإلك. نفس الشيء حصل السنة اللي فاتت في نهاية الموسم، إحنا
السوق استوعب الكمية المحددة من البطاطس المصرية وقبل نهاية الموسم، قبل نهاية موسم التصدير. فطلع قرار من وزير التجارة والصناعة بمنع تصدير أي حبة بطاطا إضافية إلى لبنان احتراما للاتفاق مع وزارة الزراعة اللبنانية. صحيح. إيه اللي حصل في السوق ساعتها؟ رغم أن كان ساعتها في أصوات طالعة في السوق أن المحصول بتاع الكار طالع، أن إحنا مكتفين بهذه الكمية من البطاطا لأن مش عايزين إغراق للسوق، فاحترمنا الكلام. نتج أن سعر البطاطس في السوق لمدار أسبوعين ارتفعت ووصلت لألف ومئتين ليرة. وأنت بتتكلمي أن المستهلك اللبناني يجب أن يكون ويؤخذ في عين الاعتبار في هذه المعادلة. اللي حصل وقتها انه طلب بشكل رسمي من مصر ادخال كميه اضافيه من البطاطس لضبط السوق. نعم. وبالتالي انا اعتقد ان لازم يبقى في حوار ما بين المستمر في يعني حوار مرتبط باحتياج السوق، بيقيس احتياج السوق. نعم. داخل فيه المزارعين وداخل فيه التجار وداخل فيه المصدرين المصريين مع تحت اشراف الحكومتين المصريه واللبنانيه. أهلا بكم. في الملف السوري، مؤتمر سوتشي الذي افتتح متعثرا أوصى بأن الشعب السوري يقرر مصيره عبر الانتخابات مع وجوب المحافظة على الجيش السوري من أجل حماية الحدود السورية. أعلن مسؤول سعودي إطلاق جميع الموقوفين في فندق ريتز كارلتون الرياض. ومن المنطقة تقرير إخباري سريع. قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة فجر الثلاثاء في الضفة الغربية، طالت العشرات من الفلسطينيين من بينهم أطفال وأغلبهم من بلدة العيوسين. في مجال آخر، جرت مسيرات أمام مركز الأونروا مطالبة بإعادة تقديم الخدمات الإنسانية. في اليمن، كشفت وكالة رويترز عن سقوط 11 قتيلا على الأقل في هجوم انتحاري على قوة يمنية محلية مدعومة من الإمارات في جنوبي شرقي البلاد. تزامنا، دارت اشتباكات عنيفة على مقربة من القصر الرئاسي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. في وقت كشفت معلومات صحفية أن القوة الصاروخية التابعة للحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من نوع بركان على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. في غضون ذلك، أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة إغاثية جديدة شملت احتياجات الأسرة الأساسية من المواد الغذائية والأدوية. في باكستان، قتل 6 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار سيارة كانت في طريقها إلى قرية باكستانية لحضور جنازة في منطقة كورام الحدودية مع أفغانستان. ولم تتضح الصورة بعد ما إذا كان الانفجار ناتج عن لغم أرضي أم عن قنبلة زرعها متشددون على الطريق. أخبار من العالم في هذا التقرير. افتتح في الآونة الأخيرة معملان لإنتاج الطوب العازل في مدينة البصرة العراقية مع تطلع البلاد لإعادة الأعمار بعد حرب استمرت سنوات. وقد دعت العراق مستثمرين أجانب للمساعدة في عملية إعادة الأعمار، وتقول الحكومة إن الكلفة لإعادة أعمار المدن التي دمرت بالكامل ستصل إلى 100 مليار دولار أمريكي. العراقيون متفائلون لأنهم يعرفون أنهم بإمكانهم تدبير مثل هذا المبلغ من خلال الميزانية. استبدل ليبي من قدوم المحاربين أسلحته بأدوات عمل لإصلاح المركبات، وقد استغل خبرته في مجال الميكانيك وبدأ بإصلاح وترميم السيارات القديمة، لا سيما وأن هذه المركبات الآلية كانت دائما من اهتمامات إبراهيم الطويل منذ طفولته، لدرجة أنه كان يهرب من المدرسة ليتواجد في ورشة محلية لإصلاح السيارات في منطقته. وقد انتهى به الأمر ليخرج من المدرسة ليعمل في مرآب محلي لسيارات ويقيمه إيطالي مقيم في ليبيا. قرر أحد الفلاحين في كوسوفو تسمية ذئبه ترامب بعدما رأى أن هذا الأخير يمتاز عن الآخرين بقوته، ذكائه وطريقة تفاعله مع بقية الذئاب. وقال مالك الذئب هيسني راكسا إنه يعشق الرئيس الأمريكي ترامب، لهذا السبب قرر تسمية أحد الذئاب باسم الرئيس الذي خرج عن المألوف. ومع داني حرب أيضا إلى الصفحة الرياضية. قالت اللجنة الأولمبية للمعوقين إنها تؤيد تعليق اللجنة الأولمبية للمعوقين في روسيا، لكنها ستسمح لبعض الروس بالتنافس كمحايدين في ألعاب بيونغشانغ البارالمبية.
ولم تنافس روسيا في ألعاب ريو 2016 بسبب مزاعم تعاطي المنشطات التي ترعاها الدولة، وقد تم منع عشرات الروس من التنافس في دورة ريو لنفس السبب. قدم اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وشركاؤه رسميا الفريق الذي سيمثل ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكنه لم يكشف عن اسمه ولون القميص واللاعبين. ويأتي التقديم الرسمي بعد 4 سنوات تقريبا من بدء المشروع الذي مر بعدد كبير من العراقيل أثار مخاوف بخصوص احتمالية فشله. اصطف ما يقارب 200 شخص ليشرفوا على منحدر ساسلونج الشهير للتزلج في فال جاردينا الإيطالي، وقد فاز لدى الرجال الإيطالي هانس بيركمان بزمن 18 دقيقة و41 ثانية فاصل 7، بينما حازت على لقب السيدات النمساوية ماري سبانكر بزمن 23 دقيقة و13 ثانية فاصل 3. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة. أنا وميرين نتمنى لكم ليلة هادئة وللبلد، وإلى اللقاء.